وتابع الظبي حمود بن حميد بن عثعيث الراشدي يقدم لنا الظبي على صدارة الشوط، بينما النقلة والانتقال وتابع شعار المحرمي وصل مع سمحة محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، وتابع ثالث التحديات وصل شعار ممثل المدام، وصل في هذه اللحظات شعار بن كليب ليقدم لنا في هذه الأثناء وهد محمد بن سيف بن علي بن راشد بن سويلم، أحد الأسماء الكبيرة، أحد الشعارات القوية. بينما رابعا هناك أتابع التسلل من الجانب الآخر، مخيفة محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. بينما أتابع خامس التحديات، انطلقت الشاهينية بشعار عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي ليحارب على المراكز الأمامية بن حارب. بينما سادسا أتابع امتياز على المركز السادس سالم بن عبيد بن سالم الخيالي، وثامنا أتابع الشاهينية عبد الله بن سالم بن سعيد العامري. أتابع الانطلاق وصلت ظن ولا تخيبين الظن يا ظن، محمد بن سالم بن عبد الله المتفيج الكتبي. ولكن أعود إلى شعار بن حبتور، يا سلامي على بن حبتور يقدم لنا مخيفة ليخيف هذه الأسماء التي لا تعرف الخوف. يا سلام، هنا مخيفة على المقدمة، محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. بينما ثانيا شعار المحرمي يقدم لنا سمحة، وسمح الله دروبك يا سمحة. وتابع الشاهينية وصل شعار جوعان بن مبارك بن خريدة السبوسي، جوعان للنواميس، ما في حد يا راعي الشاهينية يكل ويمل من النواميس. وصل في هذه اللحظات على ما يبدو لي نعم مياسة بشعار راشد بن محمد بن راشد الجربوعي المري، وصل بن جبران ووصل بن شريم من الجانب الآخر. وتابع أيضا شعار بن بتلة، يا سلام يا سلام، الأسماء في موقع واحد، الشعارات في مركز واحد، ولكن بن حبتور نعم مع المقدمة، كما ننوه بأن التكريم وتسليم الرموز بعد نهاية هذا الشوط. نعم هناك عود لشعار شعار بن جبران راشد بن محمد بن راشد الجربوعي المري مع مياسة بن حبتور، وصلت شواهين عيضة بن علي بن سالم العامري. ولكن جاوز يلي تبي تجاوز، انطلقت نجدة سالم بن راشد بن فهيد الرشدان الفهيدي المري يقدم لنا نجدة، يا سلامي على نجدة. ولكن شواهين عاد عيضة بن علي بن سالم العامري، ولكن نجدة مع الفوز، نجدة مع السيارة، نجدة مع الانتصار، نجدة بشعار سالم بن راشد بن فهيد الرشدان الفهيدي المري. سلامي على نجدة، سلام، هذا الفوز وهذا الأداء الكبير، تهانينا والناموس والف مبروك. بينما ثاني التحديات وصلت هنالك دمعة ناصر بن راشد بن حمد الدرعي، وثالثا كان الوصول من مياسة راشد بن حمد بن راشد الجربوعي المري، ورابعا كان الوصول هنالك من مخيفة محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري، وخامسا هنالك كان الوصول. نعم أعود من جديد إلى التوقيت الزمني مع نجدة، 5:58 خمسة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسالم بن راشد بن فهيد الرشدان الفهيدي. ثانيا كان هنالك الوصول
هنالك دمعة ناصر بن راشد بن حمد الدرعي، ثانيا والتوقيت زمن 6 دقائق بالوفاء والتمام، بينما ثالثا كان الوصول من مياسة راشد بن محمد بن راشد الجربوعي المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. نعم والتوقيت 6 دقائق هنالك بدون أي ثواني، جزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس.